تمام بتجليد المبنى بالسلك البقلاوه بحيث ان هو يعزل الرؤيه يشوش عليها في التصوير وفي نفس الوقت يحميهم من اي طوب او من اي حاجه ممكن ترمي عليهم وهما بيضربوا رصاص. لا ده تقريبا عشان يحمي الازاز بس. لا لو يحمي الازاز بس بقالنا 45 يوم ما ضربناش طوب. لا عشان لو حصل ده بناخد الداخليه. وليه ما يكونش عشان يضرب هو من جوه البنادق وما بيوصلش من السكه ما فيهاش الطوب. هو عارف انك مش بتزل. لا 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 اخرج طوب. لا لا في حد على فكره في مصر. اهو ارحل يا خاين ارحل يا خاين ارحل يا قاتل ارحل يا قاتل اضرب نار اضرب خرطوش اضرب نار اضرب خرطوش اضرب نار اضرب خرطوش اضرب نار اضرب خرطوش اتصورنا بالخرطوش اتصورنا بالخرطوش اضرب نار اضرب خرطوش اضرب نار اضرب خرطوش اتصور ما بيخافوش اتصور ما Oh!